لاعب الخبرة ولاعب الإمكانيات أيضاً، واللي عند الأدوار الدفاعية هو ما يحتاجه دونيس في مباراة اليوم. كرة ملعوبة للأمام، كريستيانو أخذ الكرة، كريستيانو تسديدة راية 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 وتسلل. كريستيانو كان في موقف تسلل، كان ممكن أن يحرز أول الأهداف، ويقول كريستيانو لا، والحكم المساعد في مباراة اليوم هو انتظر. لا، واضحة واضحة، كريستيانو رونالدو كان واقف في موقف تسلل، بالخطوط العريضة كان واضح كريستيانو في موقف تسلل. كريستيانو يشير بأصابعه